الدنيا سجن المسلم أو المؤمن، وجنة شنو؟ الكافر. دي سجن، سجن سجن، جنبك مساجين قاعدين بتحاول تشتري لك حاجات سمحة، وانت قاعد جنبهم الله يستر عليك يشاكلوا فيك، تشتري لك حاجات سمحة تخدتها وكذا وإلى آخره، ولا بكون همك بس 200 شنو تمرك انت في الدنيا دي سجن، في سجن يعني. أما الكافر دي جنة له، لأنه بعدين راجي نار. عشان كده يا جماعة الزول ما يطلب النعيم الشديد في الدنيا، خذ منها ما يعينك على الطاعة وانصرف، وما تركن لها، وحاسب نفسك. ركز مع كلمتي دي كويس، حاسب نفسك أول شيء، حاسبها، أسألها أسئلة، قل لنفسك دي أنت زول الدنيا ولا زول آخرة؟ لو بقى زول الدنيا أغنيها بالآيات والأحاديث، أغنيها أجغم أجغم تقيل، وريها إن الدنيا دي تتركها تبقى زول شنو؟ آخرة. خلاص وصلت المرحلة دي، بقيت زول آخرة، همك الآخرة، بقى همك الآخرة. الطريق السالك ده حق ولا باطل؟ ده المنهج القويم والعقيدة الصحيحة ولا منهج باطل؟ تاني حاسب نفسك، هل انت كل فترة بتزداد في الخير ولا راجع ورا؟ يعني هل كل فترة انت محافظ على الصلاة اكتر والنوافل زايد فيها، ولا انت راجع لي ورا عشان تلحق نفسك؟ يغرقش كل اسبوع يراجعوها، عربية كل فترة يودوها يصينوها ويعمروها، البهايم يجيبوا لها بيطري كل فترة، انت ماشي للآخرة بس بتخلي الشغلة ماشية زايد؟ ولا تراجع يا جماعة، لازم تراجع. وقعت في المعصية، المعالجة شنو؟ والتوبة وكذا والخير اللي بتقدمه شنو عشان الله يغفر لك. وعملت طاعة ما تعجب وما تذكرها، حاسب نفسك في اللسان، انت بتتكلم بعملك الصالح له، مشينا مسجد كذا وعملنا نصيحة وديلك هاجوا وديل استحضروا، شغلة ما تخليها لي الله بس سبحانه وتعالى. ليه تقول أنا عملت فلان أديت فلان قروشك؟ حاسب نفسك وأصلح، أصلح. طيب الحديث الثاني قال، ذاك في صحيح مسلم، الأول في صحيح مسلم، الثاني في صحيح الجامع، حديث ثابت يمكن أول مرة تسمع، قال: ما قل وكفى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر شنو؟ وألهى. يا بيتك بدل مالي 25 سرير وبكفنك 10 أو 7 كفاية، كفاية. وهكذا الهدوم، المال إلى آخره. طيب الحديث الذي بعده الثالث: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك، برضو في صحيح الجامع، حديث ثابت، يعني الناس اللي استغنى عنهم ولو بشوص السواك، تشيل السواك ده بس، السواك ده بتتسوق به كفايه، بس عندك سواك بتتسوق به كفايه، استغنى عن الناس، وانما افتقر الى منو؟ الى الله سبحانه وتعالى. ما تطلب من الناس كل مره تكلفون وكذا وكذا. 4 منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب شنو؟ دنيا، برضو في صحيح الجامع. منهومان يعني عنده نهم، يعني نهم، طالب العلم كلما وجد كتابا نافعا أو وجد درسا لا يمل، وكلما وجد معلومة نافعة صحيحة فإنه يحرص على العلم وينهم العلم ويسعى فيه ويجتهد ويسرع في الخير، وهكذا صاحب الدنيا قدر ما يبقى غنيان برضو داير شنو؟ يزيد. 5 قال ده في البخاري ومسلم، البخاري أورده في كتاب الدعوات، في الدعوات داخل صحيح البخاري: اللهم إني أعوذ بك من شر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. الغنى عنده شر، عنده فتنة، تركب عربات وآخر موديل وتمشي بالشوارع بالليل، تدخل معاك ناس وتمشي ومعاصي وفجور وكذا، وتمشي دول فاسدة تشرب الخمر وتعصي الله إذا لم تخاف ربك سبحانه وتعالى. والفقر برضو عنده شنو؟ فتنة، نبذ والسب إلى آخره،
ويكفر أحيانا. بعض الناس يرتد بسبب يعني جزعه وبسبب يسب دين الله سبحانه وتعالى بسبب الفقر ويكفر. وهذا من عدم، لا أقول من قلة توفيق الله، من عدم توفيق الله له. فالزول يا جماعة يصبر عند الفقر ويجتهد في الخير عند شنو؟ الغنى. والله الله يحبك انت، هسه ابواب الشر كلها مفتوحه عليك وعندك قروش، كانك بتقول لي الله يا الله سبحانه وتعالى انا ممكن اعصي، لكن لانه انا بحبك انت يا الله ودائر اللي عندك الشيء ده كله خليته لك انت يا الله، ما برضى عليك؟ برضى. طيب الحديث السادس قال: استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وهو أيضا في صحيح الجامع للألباني وفي السلسلة الصحيحة. فالإنسان أحيانا بعض الأشياء يحتاج إلى أن يتكتم فيها في أمر دنيا يعني، أما الدين ده ما فيه سر، الدين ما فيه شنو، لكن في الدنيا مرات في أشياء دار تعملها في البيت، زول ماشي يكرم أمه ويجيب لها أشياء وهدايا، ما في داعي يوري منه مرته، لأنه بعد ذاك بتحصل شنو مشاكل، في أشياء بتكتمها يعني. أنا بعرف بعض الإخوة، واحد منه نحسبه بيقول لي أنا كل يوم أمي دي بمش ليها بسوق بشرب معاه جبنة بس، وزوجتي ما عارفة. في أشياء كثيرة يا جماعة بتاعت غير الزول شنو، يكفي الباب وكذا وكذا، ما اي شيء تتكلم به.